تعالى. نسألك عما في هذه الدروس بشروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وفضلات الصلاة وسنن الصلاة، شروط الوضوء والوضوء. أجاب الحمد لله، هو أعلم منك وإلا عوام الأمة أحسن منك، لا تتكبر على العلم ولا على العلم. وسترى بإذن الله تعالى تمام الدراسة هذه الدروس المهمة. على ماذا تحتوي؟ تحتوي طريقة السلف في القرآن والتوحيد ومراد التوحيد الشرك والصلاة، ثم الوقوف والاغتسال والتم على ما سمعت مع باذن الله تعالى، ثم الاداب والاخلاق الاسلاميه، ثم على ما ذكر الشيخ ما يتعلق بالصلاه على الميت، تكفير وتقصير وما الى ذلك. هذه الدروس لا بد ان يهتم بها الكل، معلوم من الدين الضرورة. وسترى ان شاء الله تعالى انك بهذا الذي يعني تاخذ في هذه الدروس تعلم ان الصلاه صحيح او باطل. نبدا بالدرس الاول. قال رحمه الله تعالى: الدرس الاول اركان الاسلام. بيان اركان الاسلام الخمسه، اولها واعظمها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار الصلاة. يعني إخواننا في الكتب دروس مهمة ما تحتاج إلى كتب. يقول أقل ما يحفظ في القرآن سورة الفاتحة، ولا تصح الصلاة بترك سورة الفاتحة، وكم من أركان الصلاة تصح قراءة الفاتحة على عالم متقن تعرف تفسير هذه السورة. أقل ما يقرأ في تفسير الفاتحة وقصر السورة تفسير مختصر مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد. انقسم الناس تجاه حفظ القرآن إلى طرفين مختصر، قسم هجر القرآن، لا قراءة ولا حفظ ولا تدبر ولا تداوم ولا عمل، وقسم يقرأ ويحفظ بلا تذكر ولا عمل. قال عليه الصلاه والسلام: يمرقون من الدين كما يمسح المرضيه. الذي يدعي انه على طريقه السلف لابد ان يحفظ في كل يوم كما حفظ السلف. في كل يوم يحفظ 10 آيات ثم تعلم معناه، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل. ولو سرت على هذه الطريقه 6 أشهر سنه تحفظ القران ولا اشكال فيه. لكن في كل يوم تحفظ، وفي كل يوم تنظر تفسير المصحف تفسير ابن سعد رحمه الله تعالى، وبهذا تتعلم وتعلم وتدعو. لكن لابد من الصبر. قصار الصلاه من الضحى الى الناس. يا اخي تسال بعض الناس ما معنى ان شانئك هو الباطل؟ ولا ادري. تقرا الفاتحه اليوم، تقرأ قصار الصور، ما معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لا أدري. أقل شيء تقرأ تفسير هذه الآيات تضبطها على شيخ متقن متقن وتحفظ.
هذا الجهل بمعنى لا اله الا الله لا تنفع. نعم. فقبح الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، فقبح الله بانه جهل اعلم منه مقصد الاسلام. واليقين المنافي للشك، يعني لا يمكن ان يشك واحد منها بان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه وبالالوهيه والاسماء والصفات، وان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا عبد ورسول لا يكذب عليه الصلاه والسلام. والاخلاص المنافي للشك، الاخلاص المنافي للشك لو راى في الصدقه، راى في الصدقه تصدق حتى راى الناس بعشر دنانير الصدقه قائمه شرك الصبر، ليه؟ طيب راى في قول لا اله الا الله شرك الصبر؟ هل الرياء في لا اله الا الله كالرياء في الصدقه؟ لا، الرياء في لا اله الا الله لم يدخل في الاسلام اصلا. نعم، اذا قال الاخلاص لابد ان يخلص بقول لا اله الا الله. نعم، والصدق المنافي للكذب، الصدق يصدق مع الله في اقواله واعماله وفي اعتقاده، والمنافق نسال الله العافيه السلام يقول لا اله الا الله بك ضد هذا الكذب. نعم، والمحبة المنافية للبغض، المحبة يحب الله ولا يحب أحد مع الله، ويحب كل من أمر الله بمحبة، محبة لله وفي الله، للعمل والعامل والأزمنة والأمر، ولا بد ولو أبغض شيء قليل أو كثير كما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. نعم، والانقياد المنافي للترك، لابد من عمل لا اله الا الله، لابد فيه من قول وعمل واعتقاد، فاذا كان لا يعمل وترك الاعمال فهو كافر نسال الله عليه والسلام. نعم، والقبول المنافي للرد، القبول يقبل كل ما جاء عن الله وجاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضد هذا الرد. نعم، والكفر بما يعبد من دون الله، وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قبولها مع بيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ألا يعبد الله إلا بما صلى الله عليه وسلم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أقسام التوحيد ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. نعم، وقد تقدم معنا شرح التوحيد وبيان تعريف انواع التوحيد الثلاثه، وبيان من صرف شيء من العباده لغير الله فهو مشرك كافر، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واما توحيد الاسماء والصفات فهو الايمان بكل ما ورد في القران الكريم او الاحاديث الصحيحه من اسماء الله وصفاته، واثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. اثبات وتنزيه والمعاني معلومه والكيفيه علمها عند الله والسؤال عنها بدعه. نثبت كل ما اثبت الله لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول كل ما اخبر الله به او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد ان نعرف معناه، يمكن الوصول الى معناه.
ولو من لا كيفية لربه سبحانه وتعالى، لكن الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. وتجيب بما أجاب به الإمام مالك رحمه الله تعالى: استواء معلوم والكي مجهول، يعني من لا كيفية لكن الكيفية لا نعلمها. والإمام به واجب أن نثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي إلى مجرد عظمته، والسؤال عنه بدعة. قال أخرج قوله فإنه مبتدع. نعم. قال رحمه الله: عملا بقول الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. قل لا إشكال إذا قسمنا التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، كما أن بعض العلماء رحمه الله قسم التوحيد إلى قسمين، جعل الربوبية والأسماء والصفات قسم وتوحيد الألوهية قسم. لا إشكال له، المهم أن تثبت مع التوحيد الثلاثة. جاء نعم وقال أنا لا أعرف هذا التقسيم، لكن أنا أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، ولا أعبد إلا الله. كل العبادات لابد أن تكون لله، ولا أقصر منها شيء غيره، وأدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأثبتها له سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته. لا إذا وصلت الصوت الثالث يأتي عام ويصلي، ننظر في صلاته يأتي بالشروط والأركان والواجبات تنتفي عن الموانع وصلاته صحيحة، لكن طالب علم لا بد أن يعرف هذا الإنسان. نعم ولا بد. قال رحمه الله: ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. وأقسام الشرك ثلاثة. أقسام الشرك الحكمة أن نقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسم: شرك أكبر وشرك أصغر، أو شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الخفي ترى يكون أكبر، كما نسأل الله السلامة والعافية في المنافق من فقه اعتقادي، وقد يكون أصغر كما في علي اعتبار. لابد ان نخاف من الشرك الاكبر والشرك الاصغر. والمراتب اربعه: صغائر، واعلم الصغائر كبائر، واعلم الكبائر الشرك الاصغر، واعلم الشرك الاصغر الشرك الاكبر. الشرك الاكبر نسال الله العافيه والسلام اذا مات عليه ومخلد من قبل في النار لا يغفر، واذا تاب وتقبل في التوبه تاب الله عليه. اما صاحب الشرك الاصغر صلى الله عليه وسلم اذا مات عليه يعذب من الشرك ثم يدخل الجنه. قال رحمه الله: الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وإن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات ودعاء الأموات. دعاء الأموات، وذكرنا أقسام الدعاء: دعاء عبادة وصلاة غير لا شرك، دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه من الله أيضا شرك، هذا قسم. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل باب الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله صدق لغير لا شك. الخوف عبادة وتعظيم وصلة صدق لغير لا شك. الذبح عبادة محبة وتعظيم شرك أكبر. النذر ذكرنا أن النذر نذر لله قال رحمه الله: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال. في بعض الأعمال ننبه أن
الشرك الأصغر كيسير الرياء. هذا فيه أن ابن القيم رأى أن كثير الرياء الصحابة والسلام شركه، ومثلنا بمال الشرك بالرياء في الصدقة وبالرياء في لا إله إلا الله، شرك أكبر. نعم. والحلف بغير الله، الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. إخواننا تسمع الله تعلم الناس التوحيد، تحلف له بالله ما يصدق، تقول أمانة، صحيح؟ أمانة، حلف بالأمانة، حلف بغير الله، حتى لو قال أمانة فقط، أي نعم، حلف بالنبي، حلف بكذا، حلف بكذا، حلف برأس الأب، بتربة الأب، بتربة الجدة، بتربة كذا، عش رجلا ترى عجلا، نعم. وقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشئت، شرك أصغر، ما شاء الله وشئت هذا جائز، ما شاء الله وحده أعلم مراده. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الشرك الأصغر رضي الله عليهم، هم أبعد الناس الشرك، فنحن والله من باب أولى. نعم. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. جاءت الصلاة وهي تسعة، الإسلام يقول شروط الصلاة تسعة وهذا من حق
حسن التربية تحفظ أنها تسعة تعود تسعة علامة. الأول الإسلام خرج من هذا الكفر. نحن نعلم أننا لا نخاطب الكافر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج. أول ما نخاطب الكافر هو الإسلام، ولا تخاطب الختان أو غيره. طيب لماذا يفكر الفقهاء رحمه الله تعالى في كل عبادة من عبادات الإسلام؟ لأنه قد يصلي وهو مشرك صلى الله عليه وسلم، يذبح لصاحب القبر، يستعين، يستغيث، يطوف حول القبر وما إلى ذلك. إذا أول ما يقوم به الكافر الإسلام. الحاكم بن مزاحم رحمه الله إمام، فجاء إليه الصلاة وقال يا إمام أحب الإسلام أحب الخمر، يعني ما الذي يمنعك من دخول الإسلام؟ أحب الخمر. فقال له الحاكم بن مزاحم رحمه الله، قال له أسلم واشرب الخمر بالإشكال، فقد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول. قال أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلدناك، وإن رجعت عن الدين قتلناك. هذا الفقه إخواننا، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استكبرون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلى قليل. بعض الناس ما يمنع من دخول الإسلام إلا الختام، نقول له من خاطر بالختام أصلا؟ أنت الآن مخاطر بالشهادة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا دخل في الإسلام شرح الله صدره، فلا تخاطب شيء إلا بالشهادتين. هذا الأول الإسلام. فلو صلى الكافر صلاة الرابعة، صلى المشرك شرك أكبر صلاة الرابعة الإسلام. الثاني رحمه الله العقل، العقل. فلو صلى المجنون فصلاته رابعة. لو صلى السكران من يدرك؟ يا رجل سكران مو مجنون، هذا كل العقل ضد العقل يجون. السكران إذا صلى صلاته صحيحة؟ لماذا؟ لأن المجنون أفضل بمليون مرة من السكران، لأنها جملة بغير اختيار، وهذا اختيار. الإسلام والعقل والتمييز. انتبه إخواننا، يخطئ بعض الطلاب في هذا. التمييز هو التفريق بين الأشياء للبلوغ. هل تقبل صلاة الصغير؟ نعم، إذا كان يميز أن يفرق بين الأشياء. تقول له اجلس؟ يجلس. ما هنا يعرف الإمام من الإمام. إذا ما حكم صلاة الصغير؟ إذا كان يميز أن يفرق بين الأشياء فالصلاة صحيحة، لا يميز فالصلاة باطلة. إذا الإسلام والعقل والتمييز التمييز وفق الحدث. ودي هكذا تضبط الشروط دائما، تضبط هذا الأربع شروط، لأن هذه الشروط الأربعة في كل العبادات إلا في الزكاة والحج قد يتغير بعض الشروط دون الإسلام. انتبه، الإسلام والعقل والتمييز أي التفريق بين الأشياء. والنية هي أن يقول قبل أن يصلي: اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من جمال الأولى 1435 من تمم الشيخ عيسى في مسجد الفارس في حي الفلحاء، أصلي المغرب في الساعة 6:15 بتوقيت الكويت، وبجانب عن اليمين سالم وبجانب عن اليسار عبد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني. يكون الشيخ عيسى سلم الله عليه. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. من يذكر لي دليل في الصلاة أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة؟ نريد دليل خاص في الصلاة. حديث المسيء في صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة من أسفل الوضوء فكبر، ولم يقل له قل اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم كذا وكذا. إذا النية محل القلب والتلفظ بها بدعة في كل العبادات ولا استثناء. نعم، الإسلام والعقل والتمييز والدين. ثم رفع الحدث أي الأكبر والأصغر. رفع الحدث الأكبر يكون بالاغتسال، ورفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء. خرج منه ريح وصلى بغير وضوء فالصلاة باطلة، خرج منه مني وصلى بالوضوء فصلاته باطلة. نعم، إزالة النجاسة. إزالة النجاسة لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: البدن والبقعة والثوب. البدن والثوب اللباس والمكان الذي
يصلى فيه، صلى في الحمام، صلى في مكان نجس، صلى على ثوب نجاسه، صلى على بدن نجاسه، الصلاه باطله اذا كان عالما بالنجاسه وقادرا على ازالتها. نعم. ستر العوره. ستر العوره، واحسن من هذا ان نقول اخذ الزينه في الصلاه، لان الله سبحانه وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اشكل على بعض الناس هذه المسائل. انتبه معي. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى ان العورات ثلاثه: مغلظ وخفض ومتوسط. العورات او اخذ الزينه في الصلاه على ثلاثه اقسام: عوره مغلظه وعوره مخففه وعوره متوسطه. العوره المغلظه عوره المراه الحره البالغه، مراه حره بالغه تسقط جميع البدن الا وجهها، وعند الاجل تغطي حتى الوجه. مراه خرج بهذا الرجل، حره خرج بهذا الامر مملوك، بالغه خرج بهذا الصغير، تغطي جميع البدن مغلظه عليها. ونقول لا بد من تغطيه جميع البدن. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان المراه اذا صلت في ثوب سابق غطت راسها حتى لو انكشف شيء فصارت صحيحه، ولا اشكال. يعني احيانا انكشف شيء من باطل القدمين وكذا، يقول لا اشكال فيه. الثاني عوره مخففه. نذكر المغلظه المخففه وما بقي كله متوسط. المغلظه الذكر، المخففه عوره الذكر ابن 7 سنين الى 10 سنين يستر القبل والفرجه. ما عدا المغلظه والمخففه عوره متوسطه يستر من السره الى الركبه مع استحباب ستر العاتقين واخذ كامل الزينه في الصلاه. مفهوم؟ اخواننا نحن لا نتكلم عن حجاب المراه المسلمه هنا، نتكلم عن صحه الصلاه. مفهوم؟ بعض الشيء قل طيب مرأة حرة بالغة، الأمر عورتها من السرة للركبة، صلت وسترت من السرة إلى الركبة فالصلاة صحيحة، النظر إلى هذا الأمر آخر. مرأة صلى الله عليه وسلم اتصلت على مفتي في أحد الدول وقالت له يعني أكون أحيانا بلباس البحر وأدخل إلى الخيمة وأصلي فيها ما يراني أحد، ماذا علم؟ قال أرى الله أعلم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلعنهن فإنهن ملعون. احنا ما نتكلم عن الحجاب وكذا، احنا نتكلم عن صحة الصلاة. طيب هذه العورات ثلاثة: مغلظة ومخففة ومتوسطة. نعم. رحمه الله. دخول الوقت. دخول الوقت. إخواننا هذه المسألة مهمة جدا. أولاً لا يمكن أن نصلي الصلاة قبل الوقت. إذا تعمدنا إخراج الصلاة عن وقتها أيضاً لا يمكن أن تصلي، إلا إذا كان لديك عذر في الجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب، يذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة: نام عن الصلاة الشخص بلا تفريط واستيقظ الساعة 7، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. درس الفجر وكذلك صلاة الفجر. فماذا أصنع؟ أريد أن أنام الآن إلى العاشرة ثم العاشرة أصلي. يحدث من بعض الناس هذا الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أصبح وقت الفجر بالنسبة لهذا لأنه غير مفرط والساعة 7، عندما تعمد ونام من 7 للعاشرة تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. نقول له: لا تصلي يا شيخ. تعمل. إذا مجرد ما تنتبه لابد أن تصلي. ولو اعتدت على هذا تعتاد. كما يعني يذكر بعض الفقهاء رحمهم الله في الجماعة الثانية. إخواننا نحن خاطبنا الله سبحانه في الجماعة صح. وبعض الناس هداهم الله وإياهم صلى الله عليه وسلم دائما في الجامع في الجماعة الثانية. عندنا والله رجل هو إمام راتب للجماعة الثانية. دائما إمام، انظر راقب أصحاب الجماعة الثانية في المسجد تجدهم في الغالب لا يتغيرون. راقب أصحاب الجماعة الأولى تجدهم في الغالب لا يتغيرون. حافظ لا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. إخواننا هذا حال السلف. نعم يؤتمر الرجل وهذا يعني ما يستطيع المشي وهذا به بين الرجلين ولا يتخلف عنه الا وتسمع بعض الناس يا اخي قوم
مستطيع أو معذور، تعبان، مريض، ما استطيع. يأتي اتصال فالمكافأة لما تأتي الآن وذهب تلك الثواب قام وذهب كل شيء. نعم. قال رحمه الله استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة وفي النافلة وفي الحرم وفي السفر، إلا أن النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجه بالدابة أو الراحلة أو القطار والسيارة، يصير في هذا الاتجاه في السفر وصلى ننظر فريضة باطلة، نافلة فهي صحيحة. نعم. قال رحمه الله النية. النية ذكرنا محمد قد ذكرت بها بدعة أركان الصلاة، النية تكون في أركان الصلاة. سبحان الله. نعم. فتح الله هكذا ترتب القيام مع القدرة. القيام مع القدرة شرط في الفريضة، أما النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر الظاهر. ولا بد أن تنبه من يصلي على رأس اليوم، لأنه يأتيك يمشي ما شاء الله، وعندما يأتي كبر الشيخ الله أكبر وكبر وهو جالس وجلس. نريد أن نعرف ما معنى القدرة. القيام مع القدرة ضد القدرة العجز، والقوة ضد الضعف. نعم. القيام مع القدرة، العاجز هو الذي لا يقدر على القيام بالكلية، مش عافانا الله وإياك، أو يقدر مع الهوى والخشوع، قال ما أستطيع، يأتيني ألم شديد حتى أخشى انفصالي، أقول اجلس. قال استطيع ان اقوم اقدر تكبيره الاحرام واقرا شيء من الفاتحه، نقول لا بد ان تقومها، ومتى جاءك التعب تجلس ولا بد. هذا في الفريضه، اما النافله لا اشكال صلي جالس قادر او عاجز. اذا القيام مع القدره في الفريضه، اما النافله صحيح صلي جالس. هذا الركن الاول. الثاني رحمه الله بس استمع الصلاه كم صلاه القيام مع قدرة تكبيرة الإحرام في الفريضة وفي النافلة. في الفريضة، أما النافلة هي نافلة، لو لم يصل النافلة الكاملة لا شيء عليه، إذا لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقرأ الفاتحة ولا يركع ولا يسجد. يقول لو لم أصلي يا أخي هذا الآن أصلى راتبة المغرب، عجز ما عجز، قال أيضا أترك تكبيرة الإحرام ماذا عليه؟ هي نافلة. قل اسمع، قال انا محسن، نقول انت مسيء، اما ان تصلي الصلاه كامله بشروطها واركانها وواجباتها ودفع عنك الموانع، او لا تصلي اصلا، نافله الفريضه لا بد ان تصلي، ولا حكمنا بكفرك. اي يعني نعم. طيب اذا تكبيره الاحرام ركن في الفريضه وفي النافله ولا بد، وكذلك قراءه الفاتحه فلا بد من قراءه الفاتحه كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها في كل ركعة وفي الفريضة وفي النافلة وفي السرية وفي الجهرية أحيانا وترتاح، إلا في حالة واحدة إذا أدرك الإمام راكعا ماذا يسمع؟ يقول الله أكبر ويركع وتحسب له ركعة. لو نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع فصلاته باطلة، بل لم يدخل في الصلاة أصلا. ولو نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، ولو كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع هذا أحسن. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة الركوع. نعم. الاعتدال بعد الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، الرفع من السجود على الأعضاء السبعة، هذا أكثر مشكلة عند بعض الناس. الجبهة والأنف واحد، باطن الكفين، البعض يضع هكذا والبعض يضع هكذا والبعض يضع، واللي يسجد على اليدين نعم والركبتين، وباطن أصابع الرجلين، يجعل أصابع رجلين القبلة وباطن الأصابع على الأرض ويرص عقبين. نعم. قال رحمه الله الرفع من أيضا يقصد السجود على الأعضاء السبعة، السجدة الأولى أو الثانية، من يعلم؟ يعني؟
سواهما السجدة واحدة، السجدة الأولى والسجدة الثانية كذلك. نعم. الجلسة بين السجدتين. ثم قال الاعتدال أنه قد يعتدل ولا يجلس، والجلسة بين السجدتين. نعم. الطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. تبقى الصلاة وترك الطمأنينة. يصلي خلف الإمام والإمام ما شاء الله. يفكر في كذا مسرع. نقول لابد أن تتابع الإمام قدر المستطاع دون الإخلال بالأركان. قال أنا لا أسمع من الإمام أداء الله إلا الله حتى أكبر لا أسمعه. فماذا أصنع؟ أتابع ونقول لا تسرع قدر المستطاع دون إخلال الصلاة، وإذا لم تدرك اتركه. مفهوم؟ أي نعم. صلي بالفعل رابع الناس ما تستطيع والله أن تقول حتى الله كيف تدرك الطمأنينة؟ أقول الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى تدرك الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن في الغالب. فالركوع إذا قال مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الغالب محقق الطمأنينة والنقب كنقب الغراب. طيب وقال بين السجدتين واغفر لي مرة واحدة في الغالب محقق الطمأنينة. ثم الترتيب بين الأركان. رحمه الله الترتيب بين الأركان التشهد الأخير. التشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول. هذا إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهد، إذا فيها تشهد واحد في صلاة الفجر هذا هو التشهد الأخير. والجلوس له أنه قد يتشهد وهو قائم أو راكع أو ساجد. نعم. والصلاة الغائبين هذا في أن هؤلاء الذين يقال عنهم وهابين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركها. ثم تشهد الأخير والجلوس إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الآخر. نعم. بعد ما قال الله الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة جميع التكبيرات على تكبيرات الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام عدد التكبيرات والله أعلم أربع تكبيرات. انتبه يا شيخ أربع أنواع التكبيرات أربع ركن تكبيرة الإحرام. واجبات جميع التكبيرات على تكبيرات الإحرام. عندنا تكبيرات زوائد سنة، تكبيرات في العيدين وفي الاستسقاء، وما زاد عن التكبير الرابع في الصلاة على الجنازة هذا تكبيرات مستحبة. عندنا التكبيرات النوع الرابع بدعة مفروض هذا غير البدعة والتهمة مفهوم. صلى بنا الإمام جزاه الله خيرا صلاة العيد الله أكبر وابتدأ بالفاتحة نسى التكبيرات الصلاة صحيح مفهوم. نعم. خرج الإمام لصلاة العيد وكبر ونسى التكبير. قام رجل بعد الصلاة قبل أن يسأل الإمام ويخطب خطبة العيد قال رجل قال صلاتكم باطلة الإمام قلب الخطبة جعلها على هذا لو ضربت الشك لدخل الإمام. نعم الإشكال يسكت كل فريق كل واحد بس لو قال نتكلم رجل على الإمام وقال كيف يخطب فيما تيسر وقرأ ما تيسر وقرأ بعد الفاتحة فأخطأ. عندما جاءت الصلاة الثانية تقدم هذا فأخطأ كل واحد المشكلة. نعم. فما أنت بأول سائل وأول مقام. نعم. نمشي. الدرس الثاني واجبات الصلاة. جميع التكبيرات على تكبيرة الإحرام. ثم قول انتبه. مهم جدا ترى هذا لا يعرفه بعض الناس. لابد أن تقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. في الركوع ثم تزيد بما ورد استحبابا. يعني الآن ركع وقال سبحان ربي العظيم. لو قال سبحان ربي العظيم ثم رفع حصل الواجب. لو ركع وقال سبحان القدوس
إذا تعمد فعل هذا فالصلاة باطلة. إذا كان جاهل الناس أشكر، إذا لابد أن يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم، ثم يستحق له أن يزيد بما وصف الله وصف الملك والروح، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، المرة الثانية سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، مرة واحدة في سجودي سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين، ويستحق له أن يزيد بما وصف، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للجميع إمام ومأموم ومنفرد. والتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية والجلوس له، هذه وجبة الصلاة. مفهوم إخواننا؟ إذا لابد أن تقول مرة واحدة في الركوع سبحان ربي العظيم، مرة واحدة في السجود سبحان ربي، يستحب لك أن تزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أرحم الله جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للكل، قول سبحان ربي العظيم. ربنا ولك الحمد، واستحب له أن يزيد بما ورد يا ربي الحمد، يا ربي الحمد، يا ربي الحمد، الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر بدعة. يا أخي ما يشكر الله، يشكر. لكن هنا بدعة. لو كان خيرا لسبقونا اليه، رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. تقول لا بدع، قال يعني ما ادعو لوالدي اخر التكليف. اقول ادع لوالديك في السجود ما في اشكال، او قبل التسليم، لان مواضع الدعاء في الصلاه في موضعين، في السجود وقبل التسليم. نعم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الاعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الاول الجلوس له. قال رحمه الله الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه التشهد ويعلمهم الصلاه، حتى انه عليه الصلاه والسلام احيانا كان يرفع الصوت حتى يسمع الصحابه ماذا يقول. نعم. وعمر رضي الله عنه جهر او خاف ان يدعو على الاستفتاح تعليما للناس، هؤلاء الخلفاء عثمان دعا بالماء وتوضا من ولا، عمر رضي الله عنه يجهر، ابو بكر رضي الله عنه في الحج ارسل النبي صلى الله عليه وسلم امير الحج حتى اهتم الناس به وتعلموا كذا. هذا حال السلف، حياتهم كلها قال اما تكون في هذا الدنيا اما عالم او متعلم بس، غير هذا لا تكون متعلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الديوانيات. نعم. قال رحمه الله بيان التشهد، بيان التشهد وهو أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي يعني كل تحية لله، والصلوات الدعاء والصلاة الكريمة والصلاة النافعة، تحيات لله والصلوات والطيبات أي أن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. تحيات لله والصلوات والطيبات، ثم قال السلام. السلام بها رفع الآفات، والصلاة جمع الخيرات. ندعو الله أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين دفع الآفات وجمع الخيرات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله من التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة بالله بعد السلام كان
أسماء فيها وخلق فيها أهل الكفر والنفاق نسأل الله السلامة والعافية ولا يخرج منها أبدا وعد فيها العصاة ويخرج منها ما تشاء الله سبحانه وتعالى عذاب القبر أو عذاب البرزخ قد لا يطلب الناس فتنة المحيا شبهات وشهوات وفتنة الممات الفتنة عند الممات وبعد الممات فتنة المسيح الدجال هي فتنة محيا لكن تكررت مرتين لعظم هذه الفتنة وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال وخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى صحابته من الرياء اشد الخوف علينا من الدجال، الرياء اشد الصبر والدجال اكبر، لماذا؟ لان فتنه الدجال ظاهره وفتنه الرياء خفيه، فتنه الدجال في زمن محدد وفتنه الرياء في كل زمن صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا يتخير من الدعاء ما شاء والاولى ان يتخير من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم فهي جامعه مانعه. الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. ما قال انا عربي وافهم وكذا، لا، انه النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله الينا علمنا كل شيء ومنه الدعاء. وقد تدعو باذن ربيعه رحمك الله اي شيء تريد في الدنيا او في الاخره لابد ان تجد له وصفه. عائشه من المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي بسم اللهم إنك عفو توحيد تحب العفو توحيد فاعف عني في دين في دنياي في بدني في مالي في زوجي في ولدي في عملي في الدنيا في القبر في والله لو تتعب حياتك كاملة ما تجد مثل هذا الدعاء. ويقال والله اعلم ان احمد رحمه الله حفظ القران وباشتغاله وفتنه وظهور وكذا ما استطاع ان يراجع، فكان يدعو ان الله سبحانه وتعالى يرزقه مراجعه القران. قال ونسيت ان اذكر في عافيه فراجع في سجن. ادعي النبي صلى الله عليه وسلم جامعه كنت تسمع بعض الناس هدانا الله اياهم يعني يدعو باثم يدعو بقطيعه رحم يدعو بكذا. ويصح ان تدعو في سجودك ربنا ما اتنا في الدنيا حسنه وفي حسنه وقنا عذاب اذا نويت بها الدعاء. واذا قام في الركوع او في السجود فهو اثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ثم يتخير من الدعاء ما شاء ونسي المأثور من ذلك ومنه اللهم هذا الذي يرى شيخ الاسلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله جميعا قبل التسليم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا بعد الصلاه، كذلك دعاء الاستخاره يقول قبل التسليم لا بعد التسليم. لم يثبت يا اخي بل يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان من الجهل بعض الناس يصلي بين الاذان والاقامه، صحيح؟ ثم يختصر ويسلم رافع يديه يقول هذا من الجهل. يا اخي ادعو انت في صلاتك الان في سجودك في كذا، نعم موطن اجابه الدعاء. تحرم هذه المواطن، نعم. قال رحمه الله ولا سمي من ماثور من ذلك ومنه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم، وإن سيأتي معنا بإذن الله تعالى وصح الأمر أن الصلاة الإبراهيمية أيضا التشهد الأول. نعم. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم من أحدكم في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة. قال رحمه الله الدرس العاشر. نعم. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. الاستفتاح استفتاح
في الركعة الأولى فقط يقول سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى تبدوها إجابة عظيمة ولا إله غيره وغير هذا من أدعية الاستهزاء. نعم. جعلك في اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعدها. نعم. باطن الكف يضعه هنا على مفصل الكف هكذا وضعه أو قبض هكذا. أما أن يضع هكذا أو يسدد وعلى الصدر تحت السرة فوق السرة على خاصرة على قلب يتكلف حتى يضع هكذا بدون تكلف على صدره. سألني يوم من الأيام بعض الطلاب بعد الدرس قال أين صدري؟ قلت راجع الطبيب. ماذا أسأل؟ قال قال رحمه الله رفع اليدين مضمومتين الأصابع مفرودة نحو المنكبين والأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول
جلسات الصلاة كلها على هذه الساقة، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابع اليمنى متجه بها إلى القبلة. نعم. التورك في التشهد الأخير يفرض الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. نعم. نصب الرجل اليمنى حين الجلوس. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير فالصلاة إبراهيم نعم. الدعاء في التشهد الأخير. نعم. هذا الدعاء في الموضعين، هذا ذكرناك الآن الموضع الثاني. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وذو الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. كل صلاة يشرع لها اجتماع عام تكون القراءة فيها جمعين، جمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من المغرب والعشاء. لو قال لك قائل لماذا نشرع الفجر ولا نشرع الظهر؟ تقول أنت عبد، تقول آمنت وصدقت وسلمت. نعم. الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول نصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على مهمتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. قال رحمه الله تعالى الدرس الحادي عشر. نعم. لا بقي معنا إلا مبطلات الصلاة. الذي لا يعرف مبطلات الصلاة قد يأتي المبطل وتكون الصلاة باطلة ولا يدري. الشروط والأركان لا يقبل فيها لا جهل ولا نسيان ولا عمد. نلخص هذا المبتلات بأن الحركات في الصلاة خمسة: حركة محرمة، حركة مكروهة، حركة مباحة، حركة مستحبة، حركة واجبة. الأحكام التقليدية الخمسة ياخذ تبع معي. الأحكام التقليدية ما تحتاج إلى الحركة المحرمة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة وكثيرة ومتتابعة متوالية عرفا لغير حاجة. تنظر إليه تظن لا يبصر، يخرج من جيبه الجوال ويبدأ بفتحه سبحان الله، تنظر إليه كأنه غير مسلم، والبعض حتى يتكلم الآن يقول يا أخي صلي الله أكبر ما يضع في جيبه. والله صدق مهم جدا يعني الاتصال، ولو كان في بيت أمير أو وزير والله لا يسمع هذا. هذه حركة محرمة، الضحك، الأكل، الشرب، الالتفات الكثير عن القبلة، كل حركة محرمة. الثاني حركة مكروهة، هي الحركة القليلة يسيرة وغير متوالية لكن لغير حاجة، التفات في الصلاة مثلا. الحركة المباحة هي الحركة التي في كل حركة تبقى الجوال في جيبه، هذه الأسئلة بأدنى حركة أغلق الجوال سقطت النقود من جيب الإمام وخاف عليها من السرقة، بأدنى حركة رفعها وضعها في جيبه أو ورقة مهمة أو رسالة من كذا وخاف على الرسالة أنها كذا فوضعها في جيبه سقطت النظارة وخاف عليها، لا إشكال حركة جاهزة. حركة مستحبة هي الحركة التي توقف عليها كمال الصلاة، سد الفرج مثلا، الحركة الواجبة هي الحركة التي توقف عليها صحة الصلاة، لو يتحرك صلاة باطلة، يصلي الإمام جزاه الله خيرا وجد على قدرته نجاسة، حركة واجبة الآن ياخذ على قدرته ويضعها بجانب ويقوم الصلاة، مفهوم سيذكرها. الأول قال الكلام العمد مع العلم والذكر، يتكلم في الصلاة عالم تحريم الكلام في الصلاة ذاكرا لا ناسا، فلو تكلم جاهل فالصلاة صحيحة، تكلم ناسي فالصلاة صحيحة. يصلي الإمام ويصلي بدل يقول الله أكبر شفت المرة قال شفيع الصلاة صحيحة،
نناسب هذا. تكلم بمصلحة الصلاة، أخطأ الإمام وهذا خلف الإمام، ينبه وينبه، ما تنبه، يسبح ما تنبه، يخاطب، ولكن قال يخاطب بما ورد في القرآن أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة أسمع كلام الناس شيء، يقول بس يدوب مثلا. طيب الكلام العام مع العلم والذكر الثاني قال رحمه الله وهي ثمانية. نعم الكلام العام مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الضحك، الضحك تضحك في صلاتك، نعم لو تبسم في صلاتك هذه حاقة للقوة. نعم الأكل، الشرب، الأكل يعني مثلا يضع شيء سندويش في جيب الأيمن ونفسه في الجيب الأيسر. نعم قال رحمه الله انكشاف العورة، انكشاف العورة قد يكون هذا حال الركوع وحال السجود في الغالب في من يصلي في المنبر. نعم الانحراف الكثير عن جهة القبلة، الانحراف اليسير لا يؤثر انتبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبلة، هذا باعتبار حال المدينة، وقال شرق وغرب. نعم العبث الكثير المتوالي، حركة كثيرة متوالية عرف أن غير حاجة تنظر إليه تظن غير مصلي. انتقاض الطهارة، المسلم يخاف من الله، تفضل الطهارة ماذا تسمع؟ تخرج يعني تتوضأ وترجع حتى الإمام، وما أنت بالأول بسائل غرب الضرر، انتقض استخدم الإنسان ويخرج يتوضأ ويرجع. أما يخرج من الصلاة بغير طهارة خوف من غير الله. نعم والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.